السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مخرجات عندنا هي خاصة بالأركسوات، ضمن الأركسوات كاب، هي تحليل الحساسية اللي على أساس نحدد البارامترات تأثر لي على الفاريبل اللي أنا أريد أوجده. هنا طبعا سويت لكم محاضرات أيضا ضمن البلاي ليست الخاص بالسوات كاب، إنه ما هو البروتوكول اللي اختيار السنستيف باراميتر، يعتمد على الدراسات السابقة القريبة إلى دراستك، المنطقة دراستك، وكذلك قريبة على البارامتر اللي أنت تريد توجده. فأنا هاي اللستة مع البارامترات اللي دخلتها بالبداية للسوات كاب اللي هنا. من سويت سوات كاب، سويت بالبداية أكو فتشي اسمه الكالبريشن انبوت. ضمن الكالبريشن انبوت أكو هذا الجدول اللي هو البار انتكس، هذا البارامترات اللي دخلتهم. ذن قلنا البروتوكول الخاص بهن، ترجعون له فيديو موجود، والانيشال رينج كذلك، وتحددهن على اس الميثود مالتهن، هل هو ريليتيف او ريبليست او اد. بعد ما حددت والرانك، هذا يعني الرانك اللي هنا لا على التعيين، يعني مجرد هيك سطرت اني يعني هذا، وفهم هنا الرانك ما له يعني مو جاي عن نتيجه في شيء معين، لا ما له علاقه. بعد ما كملت النتائج مال سوات كاب، اريد اني انفذ اول ريزلت اللي هو خاص بتحليل الحساسيه. شو تسوي بتحليل الحساسيه؟ تروح تسوي جدول جديد. ايش تكتب بيه؟ تكتب الرانك. هذا الرانك هسه راح اعدلهن ذني، هذا الرانك مو هالشكل يبقى، وانما ترتب بيه البيانات، اما من الاكثر حساسيه الى الاقل حساسيه، او بالعكس من الاقل حساسيه الى الاكثر حساسيه. يعني اما ترتيب من الاقل الى الاكثر، او من الاكثر الى الاقل. ما يصير بكيفك تخلي بيانات وتسطر. الانيشال نفسه تاخذه من فوق، اول قيمه فرضتها انت. زين، الفتت فاليو منين اجيبها؟ الفاينل رينج منين اجيبه؟ الفاينل ايضا بي لازم الفاينل بي 2، فهذا منين اجيبه؟ كذلك قيمه التي تيست والبي فاليو. انا اردم لي هذا الجدول اللي نحتاجه بالبحوث. بعد عندك محاولات من السيموليشن الى ان توصل نتيجه قريبه. فشنو هذا؟ شلون هتملي؟ اول شيء شو تسوي؟ تروح على السوات كاب، قلنا من السوات كاب تروح على الايتريشن مالتك اللي انت محدده، تختار على جلوبال سنسيتيفيتي اناليسيس، تلقى هذا الخيارين. اما عندك اياه كرسم، وهذا راح ياخذ صراحه وقت من يعني تريد اذا تروح نزلك برسم هذا الشكل، لكن اذا بحث يعني بحث اعتيادي ف يعني تكون تنزلت كجدول افضل. فتروح على الجريد فيو، يكون هذا كجدول، هذا الجدول مرتب لك البيانات من الاقل حساسيه الى الاكثر حساسيه. لاحظ اعلى شيء هو الكيرف نمبر والتي ال اي بي اس، وكل من انا شارحته المفروض بالجدول هنا بالاعلى. لاحظ هنا شارحته، لكن وكاتب الديسكربشن، لكن هنا ماكو داعي ارجع اشرحهن واعيدهن، ماكو داعي، وانما لان انا شارحتهن فوق. فهنا يتبدل الجدول، يصير نفس صح اكو رانك واكو باراميتر نيم اكو انيشال، لكن الديسكربشن ينشال. فارجع لهنا، فعندي هذا الجدول مال التي تيست والبي فاليو، من اخذهن. تمام عيني؟ هاي اذا التي تيست والبي فاليو كمله. نجي على الفاينل رينج، منين اجيب الفاينل رينج؟ ارجع للسوات كاب. بالسوات كاب وهنا بالايتريشن المخرجات مالته، اكو هنا عندك هنا عندك البار نيم اللي هي المتغيرات مالتك البارامترات، منطيك لها نيو مينيموم ونيو ماكسيموم. هذن النيو هنا، ذن الفاينل، هنا ذن الفاينل اللي راح تمليهن هنا، هم ذول الفاينل، احنا نسميهم الفاينل رينج، ماكس مينيموم، ماكس مينيموم. تمام عيني؟ هذا الفاينل رينج. نجي بعد شنو عندنا؟ الفيتد فاليو منين اجيبها؟ تروح على السوات كاب، تروح على السمري، على البيست سيموليشن، تروح على البيست بار سيموليشن. هاي المينيمم والماكسيمم لاني اول شيء انت فرضتهن الانيشال، الفتت هو هذا. تمام عيني؟ فهسه هنا حبيت انه انوهكم، لان هواي اسئله سالت دكتور شلون اني اجيب بيانات هذا الجدول حتى امليهن، يعني شلون اطلع المخرجات الريزلت مال تحليل الحساسيه من يعني من الريزلت مال السوات كاب افتر سيموليشن دون. فان شاء الله يكون هذا الموضوع واضح امامكم، حتى تقدر انت تملي الجدول مالتك وتبين البارامترات الحساسه والغير حساسه. تقدر ذن الفقرتين الاخيرات تبينهن برسم، تقدر ترسم بين البي فاليو والتي تيست للبارامترات، لكن صراحه ياخذ وقت هواي، فانا اسويهن بجدول واحد و
والترتيب هنا يتغير، يعني هنا أنا ما راح أبقين هذا الشكل، أخذ نفس هذا الترتيب هنا، أخذ نفس هذا الترتيب اللي هو وينه هذا هنا نفس ما هنه، ما مغير بين شيء، أنا لا أريد على الترتيب الجديد، هذا الترتيب الجديد لاحظ على هذا الترتيب اللي هو البي بي تي تيست وبي فاليو، هذا شوف لاحظ مرتب هنا منين، من الأقل حساسية إلى الأكثر حساسية، أوكي؟ فراح أمشي أنا على هذا الترتيب، أو تريد بالعكس تقول أنا راح أبدأ من العكس وأصعد للأعلى، نو بروبلم. فهذا هو طريقة ملء الجدول الخاص بتحليل الحساسية after simulation أو after extract result of SWOT cup. إذا عندك سؤال أو استفسار ضمن هذه المحاضرة تقدر تراسلني بتعليق أو دز لي رابط هاي المحاضرة حتى أعرف سؤالك وين. إن شاء الله ألتقيكم بفيديوهات أخرى، دمتم بأمان الله وحفظه.